كافة أبناء الشعب العراقي مشارك في هذه العمليات، هناك ضجة إعلامية كبيرة بأن جاء تنفذ الخطة أسرع ما متوقع إلها، وحركة القوات سريعة، والالتفاف على المدينة بشكل كبير، وكافة المحاور أطبقت على مدينة الموصل، ولهذا تحريرها سيكون سريع. لا ماكو جنرال، ماكو كاسكيت. من هذا المقام نداء إلى كل المغربيهم في الموصل إلى العودة إلى رشدهم والتخلص ورمي سلاحهم حتى يأمنون على الأقل حياتهم والعودة إلى أهلهم ومدينتهم إن شاء الله. المعلومات الاستخبارية تشير إلى 5 إلى 6 آلاف مقاتل داعشي.